في الحقيقة هنا غير هجمنا وصافي يعني. لا واخا المهم الدار ديال الناس في الحقيقة غير هجمنا وصافي، هما اللي زوقوا هادشي بزاف. شغندير هادشي كيشهي ولكن صراحة هادي يمكن شي جو سي با شي ريستو شي يا بيرسون، ولكن سي اكسترا زعما هادشي عجيب والله. وهذا فحال داك الزليج اللي كان وقع عليه شوية الصداع في طنجة، كان شي عمارة وزولوه داو لشي متحف، هنا هو في الهواء اطلقوا. اي بون بقى القضية طالعة الفوق، ولكن الصديق اللي معايا راه هو ما زيش عليه العقبة.